إن البلاء يجريه الله عز وجل على عباده لحكم عظيمة تعود إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تنبيههم من غفلة، فقد يغفل الإنسان عن الصراط المستقيم وعن الطريق الذي يوصله الله إلى الجنة، يوصله إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيرده الله إلى هذا الطريق ببلاء ينزل به. وكم رأينا من شخص بعيد عن المسجد أصبح من الملازمين للصلاة في المسجد ببلاء نزل به أو بأحبابه. والأمر الثاني تكفير الذنوب، والأمر الثالث رفعة الدرجات في الجنة. والعلماء يقولون الابتلاء مع الصبر علامة حب الله للعبد. الابتلاء مع الصبر علامة حب الله للعبد، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ويكون البلاء بحسب المحبة، وذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الحمى ليس كالناس، كان يوعك كما يوعك الرجلان، كان توضع عليه الأغطية وتوجد حرارة الحمى من فوق الأغطية صلى الله عليه وسلم. فنقول لكل مبتلى صبر ولم يتسخط على ربه أبشر أبشر، فهذه علامة محبة الله سبحانه وتعالى.